ايه اللي بتنفذ قبل ايه. خلاص فريد تكون واخد بالك معايا من ايه اللي بتنفذ قبل ايه. هقولهم كده بس على السريع. دايما اللي بتنفذ الاول تايب اوف بتنفذ الاول ونيو وبلس بلس وماينس ماينس. خلاص والاقواس دول ليهم الاولويه الاولى. دول ليهم الاولويه الايه؟ الاولويه الاولى. نعم مثلا يبقى من الشمال لليمين. لو جم كلهم مره واحده بيبقى من شغالين من الشمال لايه؟ لليمين. ومن جوه الاقواس الى بره الاقواس. دايما دي القاعده بتاعتنا من الشمال لليمين ومن جوه الاقواس لبره الايه؟ لبره الاقواس. لكن لو في حاجه ورا بعضيها ومفيش اقواس ومفيش اي حاجه يبقى من الشمال لليه؟ من الشمال لليمين. مفهومه كده؟ خلاص. طبعا دول الانري دول اللي هم ايه؟ الزائد اللي هي لا اللي هي الموجب الموجب والسالب وعلامه التعجب اللي هو النوت يعني وزائد زائد اكس وناقص ناقص ايه؟ اكس. خلاص. بعد كده الضرب والقسمه والمودولس. بعد كده الزائد والناقص. والزائد والناقص تختلف عن الجمع والطرح. اسف تختلف عن الموجب والسالب. خلاص تختلف عن الموجب وليه؟ عن الموجب والسالب. طبعا علامات التشفيت وبعد كده علامات المقارنه اللي هي اصغر منه واكبر منه واكبر منه او يساوي اصغر منه او يساوي از. وبعد كده بيساوي ولا يساوي بعديهم. والى اخرهم في الترتيب. بس مجرد بس تبقى عارف لو انت مش عارف محدش بيحفظهم. انا ذات نفسي مش حافظهم. خلاص محدش بيحفظهم خالص. بس لما تلاقي اكسبريشن في حاجات زي كده ملخبطه شويه يبقى تمشي بالقاعده الاساسيه اللي عندك. لو انت بتعمل جمله وحاسس انت ممكن تتلخبط مشيها اقواس. مشيها ايه؟ اقواس. كل حاجه عايز تتنفذ انت عايز تتنفذ الاول بس مش فاكر البرنامج باي ديفولت دي بتتنفذ الاول ولا دي بتتنفذ الاول يبقى اعمل ايه؟ احط في كوس. يبقى خلاص يبقى دي تتنفذ لوحدها الاول. يبقى دي تنفذ لوحدها الايه؟ الاول. يبقى دايما اول ما اتلخبط انفذ الايه؟ انفذ بالايه؟ بالاقواس لو انا ايه اتلخبط مش محتاج ان انا احفظ يعني. خلاص؟ لكن تبقى على علم بس على درايه ان في اولويات والاولويات بتبقى طبيعي. لو عرفت منهم الحاجات المشهوره ماشي. الحاجات اللي مش مشهوره وهتتلخبط حطها ما بين ايه؟ من اقواس عشان تتنفذ الاول. دي بالنسبه لمين؟ للاولويات. ده جدول بيضم عمليات التحويل بيقول لك لو انت عندك اس بايت تقدر تحول الى اوتوماتيك. ده الايه؟ التحويل الضمني. ده جدول بقى ضمنك. احنا قلنا في تحويل ضمني صح؟ في حاجات بيبدا انا قلت لكم القاعده العامه الصغير يقدر يخش جوه الكبير. انا قلتها كده. خلاص؟ لكن الكبير ما بيقدرش يخش جوه مين؟ جوه الصغير. هنا بقى ده الجدول اللي قدام عينينا ده بقى بيضم لك كل الترتيبات بالظبط اللي نزلها مايكروسوفت ايه اللي يتحول لايه وايه اللي ما يتحولش. فبيقول لك مثلا الاس بايت اقدر احوله من اس بايت الى شورت او انتجر او لونج او فلوت او دبل او ديسمال. ليه؟ لان كلهم اكبر منه اساسا. فيقدر يحول اوتوماتيك. زي كده البايت يقدر تحول لشورت ويو شورت وانت ويو انت ولونج ويو لونج وفلوت ودبل وديسمال. طب اشمعنى اللي فوق ما كانش فيه يو شورت وكان يو انت وكان عشان اس بايت اصلا ما بيشيلش ايه؟ السوالب. فطبيعي مش هيتحول لحاجه فيها سوالب. خلاص؟ والى اخره. وقيس على كده زي ما انت عايز. يعني مثلا البوليان. البوليان قال لك ما يقدرش يتحول اوتوماتيك لاي حاجه ثانيه. اه لان ده اصلا ما ينفعش يا ترو يا فولس. ما اقدرش. الديسمال ما ينفعش تحول لاي حاجه ثانيه. والدبل ما ينفعش تحول لاي حاجه ثانيه. دول ما ينفعوش. ضمني يا جدعان مش هحوله بايدي. ما انا ممكن لو عملت متغير بوليان وقلت دوت تو سترينج هيكتب لي كلمه فولس او يكتب لي كلمه انتجر او كلمه ترو. لو قلت له دوت تو سترينج هيكتبها لي. لكن انا بتكلم على التحويل اللي هو اوتوماتيك. ده الاوتوماتيك. الانواع اللي على الشمال دي تقدر تحولها للانواع اللي على اليمين وبس. ده اللي بيتم اوتوماتيك. غير كده مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه اوتوماتيك. كده فيها مشكله؟ اه برضو لا بس لسه الكونفرجن قال لك ان انا ممكن اخد ده بالعمليه بتاعه القوسين دول اخد اللي على اليمين احوله اللي على الشمال احول ده الانتجر واحطه جوه ده. ده كان دبل قدرت احوله الانتجر واحطه جوه ده. طب الدبل فيه كسور هيرمي الكسر تماما اكنه ما شافوش. اكنه ايه؟ ما شافوش. خلاص. ونفس القصه بكونفرت دوت تو انتجر حتى لو كان انتجر 16 او انتجر 32 او انتجر 64 هو انتجر برضه بس حجمه في الذاكره ايه؟ اكبر. اللي هو زي الشورت وزي الانتجر وزي اللونج كده بالظبط. خلاص. طبعا ممكن اقول دوت تو بوليان دوت تو بايت دوت تو تشار دوت تو ديد تايم دوت تو تو ديسمال الى اخره. ده كده كان كل انواع البيانات وكل الاوبريتورز وكمان معاهم الايه؟ الكاستنج او الكونفرجن. لغايه دلوقتي كده وقفنا. اللغه كده خلصت من بعض المفاهيم الاساسيه وهنبدا في الجمل. نبدا في جمل البرمجه. لغايه ما كنا بنقول جمل البرمجه واحده يعني مفيش.
ولا جمله برمجه. دلوقتي بقى هنبدا بقى في جمل البرمجيه الستيتمنتس بروجرامنج. كل اللي قلناه هو عباره عن متغيرات تعرفها، حاجات كده ثابته في اللغه، عباره عن شويه يعني ازاي اعمل تعليقات مش عارف ايه، شويه اوبريتورز عملياتهم ازاي احول من انواع لانواع، الكلام ده كله. بس دلوقتي هنبدا ايه نتكلم على الجمل البرمجيه.